الفقرة الأولى لليوم شخصية الأسبوع، والشخصية لليوم هو الموزع أحمد الزميلي. طبعا هو موزع ومنشد أيضا، وزع لعدد كبير من الفنانين وتميز بإحساسه الدافئ والجميل من خلال التوزيع. نسمع مقطع من توزيعه، مقطع من أنشودة أو أغنية بوح وأسرار للفنان أحمد إمباسي. نسمع سوا. بوح وأسرار وأنت الأعلم أني بي العجز الخفي الأكذب وسهرت في حلك الدجى متأوها في روحي من تلك الصبابة مأرب بوح وأسرار الدجى متأوها في روحي من تلك الصبابة بيحكينا أكثر عن أحمد زمالي، رح يحكينا عنه الفنان محمد بشار. بنسمع سوا. أحمد زمالي فعلا من الأشخاص اللي يعني راب علي كتير. هو أخ وعزيز وصديق. بدي أحكي بموضوع التوزيع. أحمد من النوع اللي لما يجي يوزع أغنية يعني بحط كل إحساسه فيها فعلا. لما يعني هذا هو اللي بفرق بين موزع وموزع. في موزعين تكنيكال، يعني بوزع الأغنية بطريقة تكون صح 100%، يعني الدم موجودة صح، الميوزك الموجودة كتير يعني 100% كورد صح. بس المشكلة بهون بفرق الإحساس قد هو بيعطي حلاوة للتوزيع. يمكن بدي أحكي برضه بموضوع شوي أنه الموزعين والشعراء والملحنين شوي أسمائهم بتكون مظلومة مع بالعمل الفني بشكل عام، لكن إن شاء الله بيتم التركيز على أسمائهم أكثر وأكثر لقدام. أكيد يعني هذا الإشي شوي بكل مجالات العمل، يعني خلينا نحكي مثلا بالإذاعة مهندس الصوت شوي برضو يكون يعني مثلا مع إنه بيتعب وبيشتغل منيح بكون فنان وشاطر من ورا المكسر، إلا إنه مثلا خلص بكون المذيع أو صاحب البرنامج اللي عم بيحكي فيه اسمه هو الظاهر، بينما ممكن الناس يعني ما بيعرفوا اسم مهندس الصوت أو اسم المعد أو اسم الأسماء اللي خلينا نحكي كادر العمل اللي بيشتغلوا معاه. فهذا الإشي يعني ممكن ينتقص شوي من حقهم شوي، بديش أحكي حقهم الكامل، بس في هيك في جزء معين الناس برضو بحبهم الناس تكون تعرف أسمائهم. عموما بدي أشكر أحمد سميري فعلا على توزيعاته اللي وزع لي إياها، وزع لي أكثر من عمل، وزع لي أغنية أمي آه يا أمي، وزع لي أغنية لغزة، وزع لي عدة أعمال. فأحمد فعلا موزع رائع، موزع جميل جدا، صاحب إحساس عالي في التوزيع، وهذا اللي بميزه. الله يوفقك حبيبي أحمد، وكل التوفيق لك، وشكرا لكم جميعا. حاشاك